كيف بأمة تحمل بين يديها دستور نهضتها والكلمة الأولى من كتابها المقدس اقرأ، ثم هي تصبح من جالها أضحوكة الأمم وتتعجب من تخلفها الشعوب؟ كيف بأمة قد أغناها الله وأتاها من كل فضل أصبحت تدعى بالأمة المتخلفة؟ لا بل صارت أكبر السوق الاستهلاكية في العالم. أتدرون لماذا؟ القدس. أليست الأقصى من أقدس أماكن المسلمين؟ أليست الأقصى من أحب المساجد إلى الله تعالى؟ أليست الأقصى أول قبلة في الإسلام؟ أليست القدس عاصمة المسلمين؟ أهكذا دافعتم عنه؟ أهكذا بسهولة استسلمتم عنه؟ عجبا، لا يوجد أي دولة إسلامية واحدة تدافع عنه. لا، وبل في اليوم الذي أعلنوا القدس عاصمة كذبة للمحتلين الظالمين، في نفس اليوم بالذات رئيس أكبر دولة المسلمين تعاهد بتقوية العلاقات معهم. أين أخوة الأمة؟ يقتلوننا في ميانمار وأفغانستان وفلسطين وسوريا فقط لأنهم يشتركون معكم في العقيدة والإيمان، فقط لأجل حمايتهم لمقدساتكم، فقط لأنهم لم يتقبلون الاستهزاء بدينهم وفكرهم وعقيدتهم، لم ولن يستسلموا أبدا. أتدرون لماذا؟ لأنهم دوما مع الله، لأنهم دوما مع الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا أبدا لا يقبلون التهاون والتغافل أبدا. هؤلاء بالفعل من ساروا وأكملوا نهج ومسيرة صلاح الدين الأيوبي قائد الفخر والعز. حسنا، فماذا عنكم؟ ما هي حجتكم؟ عندما تقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم سيسألكم: ماذا قدمتم لأمتي؟ ماذا قدمتم للمسلمين؟ كيف تجيبون؟ ماذا تقولون له؟ أتقولون له: لأجل السياسة والسلطة والثروة تعهدنا مع أعداء المسلمين وأغضنا النظر عن هذه الاستهزاءات؟ تقولون له: كانوا يستهزئون بك ويتكلمون عنك بسخرية ونحن التزمنا الصمت ولم نفعل شيئا. أتدري لماذا يا حبيب الله؟ لأننا كنا جبناء وتخاذلنا. كيف تستطيعون أن تجلسوا هكذا بهدوء مع هؤلاء الذين يستهزئون بمقدساتكم، يستهزئون بفكركم وعقيدتكم، لا بل يستهزئون بوجودكم أنتم؟ أيعقل للمرء هكذا أن يستغني عن كل شيء فقط لأجل المصالح؟ أهكذا بسهولة يبيع معتقداته ومقدساته بأبخس الأسعار؟ داس على مقدساتك أمام عينيك وأنت تعاون معه؟ لسياسة هكذا أخذلتك وأرخصتك، كيف تقبلتها يا أنت؟ كفى كفى، اصحوا اصحوا يا مسلمين، انهضوا وابدأوا. آيات ربكم يأمركم بالعمل والبذل والسعي والجهد والإخلاص. إن داء أمتنا الذي عجزنا اليوم عن حله، أتدرون ما هو؟ فقط بين كلمتين: قم فأنذر. أيها المسلم، أيها الأمة، انهضوا واسعوا، انهضوا وأنذروا، انهضوا وأروا الإسلام الحقيقي للعالم جميعا، انهضوا وافعلوا ما خلقتم لأجله. نعم، إنها صعبة، فهذا قول ربك عندما قال قولا ثقيلا. والقول الثقيل هي تلك المهمة التي كلفه الله عز وجل بها عندما قال قم فأنذر، تلك المهمة الصعبة التي تحتاج إلى قوة عظيمة، تحتاج إلى طاقة متجددة، إلى عمل متواصل، إلى روح وثابة، تحتاج إلى قلب مليء بالإيمان، إلى عقل ذا يقين، تحتاج إلى صبر جميل، وكما تحتاج إلى توحيد الأمة. فندائي: قوموا يا مسلمين فأنذروا وأخبروا العالم جميعا، ها نحن وها هنا
أمة محمد والسلام.